بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم على موضوع الناس كتير بصراحة بتسأل فيه، مع أنه المفروض ما يتسألش فيه يعني، ولكن برضه هنسلط الضوء عليه لعل اللي مش عارف يعرف. طبعا في الشمس الجميلة دهيت من قدام المشروع البيوت المحمية العملاق ده هون. بنتكلم النهاردة عن سؤال بيطرحوه إخوة كتير على القناة، وهو هو رش العناصر أفضل على النبات ولا اضافتها ارضيا افضل على النبات؟ قبل بس ما اجاوبك على السؤال ده هو عايز انبه لحاجه يا جماعه، بالله عليكم يعني في ناس بامانه الله يعني مش عايزه تتعب نفسها خالص، يعني في واحد يراسلك يقول لك انا عايزك تكلمني عن الفلفل وعن الطماطم وعن البتنجان وعن الصوب بتتعمل ازاي، يعني كلام من أغرب ما يكون بصراحة ربنا. يعني إحنا عاملين زي الجماعة بتوعنا المصريين في مجلس الشعب، لما عضو في ينجح في البرلمان يروح له الدايرة كلها يقول له عايزين نوظف، عايزك توظف لي ابني. طب أخدمكم خدمات عامة؟ لا. طيب يا جماعة أجيب لكم مية نظيفة أعمل؟ لا لا لا، هو كل واحد عايز يوظف ابنه وخلاص. فدي مشكلة بصراحة فينا، فياريت يعني الناس تراعيها كويس وبلاش الخصوصيات. يعني احنا حطينا على القناة كل اللي انت عايزه، بس انت مكسل عايز المعلومة تيجي لحدك، فدي مشكلتك انت مش مشكلتي. دي رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك لما بتسألني سؤال اسأل سؤال من غير ما تقولي لا انا من متابعينك على القناة ولا من غير متابعينك، انا لا يخصني كنت تتابع ولا ما تتابعش، تابع دي لنفسك، انا ده لله مش لأي حاجة، كسب مادي وانتوا عارفين اليوتيوب ده كلام فاضي كلته، تمام؟ فلا يخصني في اي شيء. يعني الجماعه اللي بيلعبوا على اليوتيوب بقول لك اصلا حتى ما يجيبش ثمن الكهرباء، فاحنا ربنا كريمنا يعني، والكهرباء ببلاش وكل حاجه ببلاش، فيعني بلاش الكلام اللي يزعل ده هو، تمام؟ وبعدين لنا في النبي اسوه حسنه، يعني سيدنا سعد بن وقاص وكان خال النبي عليه الصلاه والسلام، تمام؟ فكان لما بيجي على النبي كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليرني كل امرئ خاله، كل واحد يوريني بقى يفتخر ان هو خاله يعني، تمام؟ وده طبعا الانسان بيفتخر بخاله، اذا كان خاله انسان يتقي الله وكويس اكيد كل واحد فينا بيفتكر بخاله بعمه بكده يعني، تمام؟ اما لو اخوك وبلطجي اكيد ما هتقول مش اخويا يعني. فبقول له يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه. النبي قال له ايه؟ عايز ياخد شيء من الخصوصيات بقى، ده اللي عايز يشرح طماطم وبتنجان على جنب كده، طب ما نشرح للكل. قال له النبي يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه، كل لقمة حلال هتلاقي نفسك مستجاب الدعوة. ده لمين؟ ده للإخوة بس اللي هم عمالين يقول لك يعني. النبي حتى ما ادالوش شيء من الخصوصيات، ادى للناس كلته، قال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ده اللي احنا عايزين نقوله، وخلينا ندخل عندنا على الحاجات اللي احنا جايبينها دهيا. دي طبعا يوريا 46%، دي نترات كالسيوم، ده طبعا مركب كالسيوم متالوسايت، تمام؟ وده مغنيسيوم وغيره طبعا كتير. السؤال هنا أيهم، السؤال هنا يا جماعة ورشهم أفضل ولا إضافتهم أفضل؟ والله يشوف العلماء بيقولوا إن 50% من اليوريا، 50% من اليوريا، يعني لو أنا حطيت في التانك عندي 2 كيلو يوريا، 1 كيلو فيهم 50% منهم يعني هيمتص في خلال من نص ساعة لساعتين، يكون ممتص النبات يكون ممتصه ويكون شغال في النبات. طب الفوسفور؟ قال لك والله الفوسفور هياخد من 5 لـ10 أيام، يعني لو حطيت 2 كيلو فوسفور في التانك ورشيته مع النبات من 5 لـ10 أيام فيهم كيلو بس هيمتصه النبات، تمام؟ طيب والكالسيوم قالوا من 10 لـ24 ساعة هيمتص نص الكمية البوتاسيوم اللي أنا ضفتها 50% منه. طيب طيب يا جماعة، طب والكالسيوم قالوا من يوم ليومين نص الكمية اللي أنا ضفتها على الرش هتمتص. طب والمغنيسيوم قالوا من يومين من 2 لـ5 ساعة نص الكمية 50% من المغنيسيوم اللي أنا ضفته يمتص. طب والزنك والمنجنيز قالوا برضو من يوم ليومين. الله. طب والفوسفور قالوا من 5 لـ10 أيام، من 5 لـ10 أيام لو أنا ضفت 2 كيلو فوسفور في التانك ورشيته مع النبات من 5 لـ10 أيام النص فيهم يمتص. ليه؟ هو كده، تمام؟ طيب السؤال بقى هنا ايه اللي حاجة مثلا زي اليوريا او زي حاجة زي الكالسيوم المفروض قال لك
من يوم ليومين. يعني أنا لو عندي نقص كالسيوم وحطيته في التربة هيقعد عشان يبدأ يشتغل 7 أيام. نطرات الكالسيوم ده هتقعد لي 7 أيام على بال ما تبدأ تدي النبات. دي مش كده وبس، ده هي في الجذور كمان صعبة الانتقال، يعني العنصر نفسه غير متحرك، بطيء الحركة في النبات. إذا هتحطه في الجذور هيقعد فترة كبيرة جدا لحد ما يوصل لباقي أجزاء النبات، وفي صعوبة. عشان كده دايما بنقول نرش الكالسيوم، نرش الكالسيوم ونضيف الكالسيوم، نضيف الكالسيوم من الأول خالص يا جماعة، من الأول خالص نضيفه، لأنه صعب التحرك، ولذلك دايما بتحدث الأعراض بتاعة النقص بتاعه في القمة النامية، في القمة النامية وعلى الحواف بتاع النبات، حاجة زي الثمار مثلا في الطرف الزهري بتاع الثمار في آخر نقطة في النبات اللي هو البرعم الطرف الزهري بتاع الثمرة، تبص تلاقي حصل نقص العنصر الكالسيوم. على فكرة بتشترك الحرارة يا جماعة في نقص الكالسيوم بالنسبة للطماطم كمان وللخيار كمان، لما بيبقى حرارة عالية نقص الكالسيوم بيزيد، وده على صنف النيوتن جربته، النيوتن اللي هو بيتزرع داخل البيوت المحمية في الشتاء ما بيظهرش أي نقص خالص، وفي الصيف بيظهر نقص. إذن ففيه ربط كبير جدا ما بين درجة الحرارة العالية وبين البوتاسيوم يا جماعة، والجفاف كمان، ناخد بالنا من القصة دي كويس تمام. وكتر المية كمان، يعني الرطوبة الزايدة كمان بتعمل مشكلة لعنصر الكالسيوم. نيجي بعد كده لما بنرش الكالسيوم كمان ما بنرشش، نرش النبات كلته حتى على الثمرة نفسها لازم يترش عليها عشان نحاول 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 نعوض النقص اللي حاصل للعنصر. وياريت يكون في الصور دهيا اللي هي مخلبة، لأن دي الصور دي بتبقى سهلة للامتصاص أكتر ما أضيف نترات الكالسيوم أساسا تمام. إضافة الأسمدة الورقية أو الرش الورقي، افضليته يا جماعه في النوم ما بيتعرضش، وبيبقى حتى لو طول زي الفسفور كده من 5 ل10 ايام بنضمن ان هو هيوصل للنبات، يعني من 5 ل10 ايام بس بتضمن ان الكميه اللي انت حطيتها هتوصل فعلا للنبات. ليه؟ لان دخولها للارض طبعا وارتفاع البي اتش في العالم العربي كله في الاراضي، وده صعب ننزلوه، بيعمل لنا مشاكل كتير جدا في العناصر دهيه والتحولات بتاعتها من الصور الغير ميسره للصوره الميسره، واتكلمنا على القصص ديامه. فانت بتبعد بعيد عن المعوقات الارضيه، بتبعد بعيد برشك الحاجه دي، بتبعد بعيد عن معوقات الارضيه، بس انت المفروض بتضيفها من الاول كوحدات. ولكن اذا حصل اي مشكله لازم تكون جاهز بمركبات عندك موجودة تتدخل بالرش عشان عملية الامتصاص وما تضيعش منك المحصول. وزي ما قلت 100 مرة هو العنصر مش زرار بتضيف على أول ما هتحط الـ عندك نقص كالسيوم أو نقص بوتاسيوم، مش أول ما أنت هتحط هتبص تلاقي الـ النبات ابتدى العنصر يوصل له وميسر وتمام. لا، في مشاكل كتير يا جماعة علشان العنصر يبدأ يمتص بطريق الجدر ويتوزع على النبات كله تمام. حاجة زي اليوريا طبعا احنا بنقول في اليوريا طبعا هنقول لو عندي مثلا 100، لو عندي فدان قمح مثلا بياخد 100 كيلو ازوت تمام، انت هتضيفهم في صورة اليوريا سي، يعني ما ان ده مش هيحصل تمام، لان في برضو كذا حاجة يعني، بس فترات الفيديوهات ما بتخليناش ناخد راحتنا. انت هتضيف يوريا، طيب هتضيف يوريا بمعدل كام؟ 5 جرام على لتر المية تمام، 5 جرام على لتر المية. يعني أنا الفدان عشان أضيف فيه 10 كيلو يوريا 400 لتر مية، 400 لتر مية هضيفهم للفدان، 5 × 4 بكام؟ ب20. يعني هحط كم كيلو على 400؟ هحط عليهم 2 كيلو مية، 2 كيلو يوريا، ده بخمسة، ده أعلى كمية لليوريا عشان ما احرقش تمام. أحط على الجرام 5 جرام يوريا تمام. اذا في 400 لتر بتوع الفدان هناخد كام؟ 5 × 4 ب20، يعني 2 كيلو يوريا تمام. طب ال100 كيلو دول انا لو هقسم ال100 كيلو بقى دول، ال100 كيلو يوريا يعني ب200 كيلو، يعني 100 كيلو ازوت يعني 200 كيلو يوريا تمام. 200 كيلو يوريا دول على الخمسه فيها الكام؟ فيها ال40 رشه. هل انت هتقدر ترش 40 رشه؟
طبعا الكلام ده هو اقتصاديا غير مهم جدا. وانا ليا صديق طبعا في معهد بحوث سيتس عمل تجربة على قصة الرش دي، ولقينا في الاخر ان اقتصاديا في الاخر مش هتبقى العملية هتبقى زيها زي الارضية. وحتى لو استخدمنا اليوريا برايت اللي هي ما بتحرقش النبات، يعني عشان اتعدى القصة دي، هلاقيها غير اقتصادية. مين هيقدر يرش 40 رش؟ مين هيقدر يرش 20 رشة 10 رشات حتى؟ ده اليوريا بس غير المبيدات الفطرية والحشرية. اذا فاحنا بنقول مختصر او كونكلوجن في الاخر، بنقول او الابستراكت بنقول ال شوية اليوريا دول لو حصل عندي نقص ممكن نضيفهم في على النبات في الوقت الحرج اللي ما عنديش، يبقى أنا المفروض ما لجأش أو ما استناش حتى يحصل عندي قصة إن عنصر يحصل له نقص. لا، أنا المفروض بأضيف الحاجات دهيا كلها وبأمن احتياجات النبات قبل أساسا ما يتطلبها. ولكن إذا تطلبها ما فيش قدامك إلا الإضافات اللي على الأوراق. تمام، بكده فهمنا. إن لو عندي برضو قصة مشكل في الملوحة زي ملوحة التربة مثلا، ممكن أتدخل، وطبعا الأسمدة بتزود الملوحة. ممكن لو النبات عندي شغال كويس في ملوحة، درجة ملوحة مقبولة يعني، والنبات شغال ما حصلش مشاكل خالص من بتاعة الملوحة، ممكن في الحالة ده هي يا جماعة إن إحنا بنبدأ نرش أسمدة ورقية برضو على النبات من فوق، بحيث إن أنا ما أضيفش الأسمدة دهيت للأسمدة دي عبارة عن أملاح، ما أضيفهاش تحت النبات، وبالتالي هتزود لي الملوحة أكتر اللي هي موجودة، سواء كانت موجودة في مية الري أو موجودة في التربة نفسها. هناخد بالنا ونحاول نسأل نفسنا مليون سؤال قبل ما أبدأ أضيف أي حاجة. العناصر الصغرى إحنا دايما بنأيدها، ليه؟ لأن النبات بيحتاج بكميات صغيرة، فدايما بنقول رشها أفضل. لأن أنا أرش كل كام 15 يوم مرة مش مشكلة، كل 10 أيام مرة سهلة جدا أن أرشها، يعني هي كل العملية ساعة هرش الفدان بتاعي.